أنا دكتورة سحر نصر، خريجة القاهرة ب 2008، وانتقلت لأمريكا ودرست زراعة الأسنان لمدة سنتين تقريبا، يعني صار لي تقريبا 14 سنة بقطاع طب الأسنان. احنا لا نقل عن برا، احنا دولة بالميدل ايست مساحتها صغيرة وعدد سكانها صغير مقارنة ببرا، بس احنا كتير ادفانسد وكتير متطورين، منشوف حالنا يعني جوردن موجودة على الخريطة والناس بتعرفها والطب متقدم، وشكرا له على دعمه المتواصل لنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة الدكتورة سحر نصر. بداية سعد مساك. أهلا وسهلا. كلك حبيبتي. في البداية طبعا دكتورة سحر، حضرتك طب وجراحة الفم والأسنان وصاحبة عيادة خاصة بعمان، تعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. تمام. أنا دكتورة سحر نصر، خريجة القاهرة ب 2008، وانتقلت لأمريكا ودرست زراعة الأسنان لمدة سنتين تقريبا، يعني صار لي تقريبا 14 سنة بقطاع طب الأسنان. طبعا بسبب الأولاد والمسؤوليات البيت ما كان في، يعني ما كنت بقدر أني أفتح عيادة خاصة أولها، فكنت أشتغل بعيادات مختلفة. اشتغلت بتلال علي، بالمقابلين، برصيفة، وبعدين الحمد لله صار نصيب أنه صار لي 5 سنين فاتح عيادتي الخاصة زي ما انتم شايفين. بالتوفيق. بس تحكي لي اكثر، ايش هو سر نجاحك وتميزك كطبيبه اسنان؟ هلا انا يعني الحمد لله، طبعا اكيد لازم يكون الشغل الكواليتي تبع الشغل يكون كتير كويس، بس غير هيك طب الاسنان بشكل عام بده صبر، يعني بده طولة بال، يعني ما في حدا مريض بيجي على العياده هو مبسوط، يعني بيكون جاي موجوع. فانا رايي كل طبيب اسنان صح لازم يكون شغله طبعا اول من الاخر الكواليتي، والكواليتي تبع الشغل يكون مظبوط، لازم يكون عارف انه يستوعب المريض ويحاول يهديه ويصبره. فالحمد لله انا محبه الناس لإلي اولا ثم لا شغلي ثانيا، فانا هذا رايي، يعني هذا ان شاء الله يكون هو هذا سبب نجاحي، انه بستوعب الناس وبصبر عليهم، بطول بالي، ايدي خفيفه، بشرح للمريض كثير، فالمرضى بترجع بتعمل ريكومنديشن لناس ثانيين، الناس بتدل على ناس، بشرح للمريض كثير، يعني ممكن احنا نقعد جلسه بس نص ساعه ساعه نحكي قبل ما نشتغل. فهذا ممكن يكون احد اسباب. نعم. ما هي رؤيتك المستقبليه برايك الى اي مرحله تطور عنا طب الاسنان بالتحديد هون بالوقت؟ والله عم بتطور بطريقه كثير حلوه ممتازه، يعني ابسط شيء حتى القياسات اللي كنا ناخذها بالمعجونه ونضايق المريض فيها، هلا صار في اورال سكان بالكاميرا، صارت الناس تتقبل، يعني في كتير ناس بتكون عامله تركيبات تقول لك لا انا ما بتحمل المعجونه، بس تيجي انت لما تيجي تقولي لا اتس اوكي ما بطل في معجونه باخذ لك اياها بالكاميرا. فصار الموضوع اسهل، فهذا تطور رهيب والحمد لله احنا كتير مواكبين على هذا الاشياء، يعني يوروب وامريكا عم بيعملوا زينا واقل، فالحمد لله. نعم. بس اصلا تعرفيني اكثر على اهم الخدمات اللي انت عم بتقدميها هون عندك بالعياده؟ تمام. هلا انا بشتغل طب، يعني كل ما يخص طب الاسنان، من علاجات، من اشياء علاجيه واشياء تجميليه. علاجيه الاشياء اللي احنا كلياتنا بنعرفها، طبعا اذا احتجنا لاخصائيين مريض ما بيطلع لبرا، بيجي الاخصائي عندي هون على العياده وبتم الموضوع بشكل سهل، وكمان نفس الوقت وتجميل الاسنان اللي احنا كله بنعرفه، من تبييض لقشور خزفيه لزيركون كراونز لهوليوود سمايل، هذا كاسنان. بالاضافه الى هذا كله، يعني احنا نشتغل كل شيء ما يخص الـ 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 الوجه والفك، يعني اي شيء بخص الوجه والفك، حتى من شغلات ابر النضاره كشغلات التجاعيد، البوتوكس والفيلر، هاي كلها تخص طب الاسنان. نعم. واحنا الحمد لله بنوفرها عندنا بالعياده. نعم. بس نحكي بالتحديد عن زراعه الاسنان، تحكي لي اكثر دكتورة كيف كانت زراعه الاسنان وكيف تطورت هلا بالوقت الحالي، وبرضه انت كدكتوره اسنان ايش بتفضلي، الزراعات الفوريه ولا الزراعات اللي بتتم على مراحل؟ تمام. هلا طبعا اختلف زراعه الاسنان زمان عن اول، لانه زمان كان ممكن والله سن فاضي يلا امسك هالزرعه وحط وتفشل. موضوع مش هيك.
هلا صحي بكون سن واحد والموضوع بسيط، لا طبعا احنا بناخذ صوره طبقيه اللي بتكون ثلاثيه الابعاد سي بي سي تي، وبتحدد لي سماكه العظم، طول قديش بعيده عن الفايتال ستراكشرز اللي بوجه المريض. فهاي اهم شيء، هاي اهم خطوه علشان زراعه تنجح. يعني صح، غير انه اختيار الطبيب يكون في اختيار السليم للطبيب اللي يكون متمرس، كمان انه انك تاخذي الصور الصح قبل الزراعه هي اهم شيء. فيعني انا دائما لما بيجوا الناس بيحكوا معي زرعاتك اوروبيه ولا المانيه ولا كوريه، ما تسالوني هالسؤال، ان الزرعه كانت ارخص وحده ولا اغلى وحده لو ما انزرعت بالطريقه الصح رح تفشل. فانا دائما بقول لهم هذا هو التطور، انه صور الاشعه هي التطور. صار في عندي، انا عندي هون جهاز السيرجيكال موتر تاع الزراعه نفسه موجود عندي بالعياده، علشان ما يطلع برا يكون كلياته داخل العياده معقم عندي، قد ما بنقدر نخفف من نسبه الالتهاب والانفكشن والبكتيريا خلال العمليه بكون فظيع الوضع. هلا جوابا على انه الزراعات الفوريه ولا العاديه، لا انا مش من جماعه الفوري ابدا. انا بحب امشي بالقديمه باي ذا بوك. انا بمشي انه احنا اتعلمنا انه الزرعه بتكون بدها اقل شيء من شهرين لثلاثه منطق انها تمسك بالعظم. انا استعجل عشان المريض مسافر، لا الحمد لله الناس اللي بتثق في المريض بيسافروا وبرجعوا ومنركب. الفوري في خطوره، هلا ممكن تنجح، بس انا ليه اجازف؟ ليه اجازف بوقتي؟ انا ما عم بحكي على يعني ماديا، انا بقولك ليه اجازف بوقتي بوقت المريض؟ فلا، يا نزرع زرعه ونستنى عليها ونتاكد مسكت بالعظم عشان احط، يعني ما حدا بده يزرع وتفلت بعد شهر شهرين، فاني احط إشي انا متاكده 100% باذن رب العالمين انها ينجح او بلا منها. فانا صراحه مش مع احترام الشديد لكل الدكاتره الفخمين اللي بزرعوا فوري، كل واحد له مدارسه، فانا مدرستي ضد الفوري. نعم، بس بتعرفي لا، مع انتشار ابتسامه هوليوود وتجميل الاسنان بالتحديد، انت ايش دورك كدكتوره لما يجيكي مريض مثلا مو بحاله لفينيرز او تجميل اسنان ما بعمل وبده يعمل تجميل اسنان؟ ما بعمله، بنصحه. هلا بنصحي، مش معقول تجيني مريضه صف مرتبه. هلا في ناس بيجوني صف كثير مرتبه بس بدها تبيض اسنانها، يعني انا ما بدي اغير شكل بس انا بدي ابيض. نمشي معاها بمواضيع تبييض والليزر وقوالب المنزليه، بس بقنعها انه حرام، لانه قد ما حطيتي اغلى شيء على اسنانك ما في شيء احسن من السن الطبيعي. فانا دائما بقنع. بس في ناس طبعا، ناس بيجوني بدهم يعملوا فينيرز بس انا ما بتزبط فينيرز، اللي هي القشور، بمعنى القشور ما بتزبط فينيرز، بتزبط اسنان كلها فوق بعض، بدها تلبيسات. يعني هو موضوع انه لازم جد الواحد مش من راسه يفكر، مفروض الواحد يستشير الدكتور، بقولك هذا حيزبط معك، هذا حيعمل لك مشاكل. فلا انا مش يعني بقنع دائما المرضى، يعني بثقوا فيي وبثقوا بي 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 باستشارتي، واللي جاي عندي يعني ما برجع بروح عند حدا تاني، خلص بكون عارف هي تراست اني انا عم بعطيه احسن اشي. نعم. هلا اذا انت بدك تحكي لي ايش الفرق بين الفيسنج والفينير، حدا اجى عندي وقال لي بدي اعمل فيسنج، بقول له لا انا اسف بعتذر، اخر مره عملت فيسنج وانا قبل 14 سنه اول ما تخرجت. سيء، بتكسر، بتطلع ريحه، بيعمل التهابات باللثه، بتغير لونه. طب ليه؟ لا خليك اسنانك الطبيعيه. فدائما انا بشجع اذا انت بدك تغيري يا تغيري صح يا ما تغيري. اما نغير الفيسنج، لان انا بشوف مشاكل كتير عندي، بشوف كتير مرضى عاملين فيسنج وجايين اللثه حمراء والاسنان مكسره ومتغير اللون، بقولوا لي خلص انا غلطت ويلا بدنا نعمل الفينيرز، نضطر. طب خلص ليش تلجأ؟ انا عارفه انه كلنا بنحب اسناننا بيضة، بس لما بدك تيجي تغيري وتلعبي بسنانك لا، نعمل القشور اللي هي ما بتتغير، ما بتغير لونها، شو بدك احلى من هيك؟ وما بتكسر، يعني حطيتي شيء نسيته للعمر. وبعدين هلا عالميا الفيسنجز لما بدك تحطيهم على اسنانك لازم يتغيروا كل 3 سنين. يعني الجمعيه طب الاسنان الامريكيه ريكومندز انه كل 3 سنين يتغير الفيسنج. ليه؟ عرفتي؟ طب انا ليه انا كل 3 سنين اروح اغير اسنان؟ يعني ما حدا بحب قعده الكرسي. فلا انا رايي يعني اقعد واعمل فينيرز ويكون إشي دائم ما يتغير لونه احسن من الفيسنج. اي إشي بضر مريضي وبعرف انه غلط انا ما بعمله. فدائما على التليفون بيحكوا معي انا بعتذر، حتى مره على يعني على السوشيال ميديا حطيت انه انا يا جماعه ما بعمل فيسنج. فمع احترام برضه الشديد لكل الدكاتره الشاطرين الفظيعين اللي بيعملوا فيسنج بجنن، بس كل واحد برضه له مدرسته. اكيد. ننتقل الى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيتي بصاحب الجلاله ماذا ستقولي له؟ بدي اقول له شكرا. اول شيء شكرا انه بدعمنا دائما كقطاع طبي،
دائما بيخلي الأردن بأحلى شكل بأحلى صورة. شكرا له لأنه كل العالم اللي برا سواء كانت بالخليج بيوروب بأمريكا دائما بالنسبة لهم الأردن هي 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 المكان الأول اللي بيلجأ عليه للطب. احنا لا نقل عن برا، احنا دولة بالميدل ايست مساحتها صغيرة وعدد سكانها صغير مقارنة ببرا، بس احنا كتير ادفانسد وكتير متطورين. منشوف حالنا يعني جوردن موجودة على الخريطة والناس بتعرفها والطب متقدم، وشكرا له على دعمه المتواصل لنا. نعم، بس اكيد انت في حد ترك بصمة بحياتك واعطاك الدافع لوصلتي لهي المرحلة. طبعا. فانت لمين بتحبي توجهي رسالة شكر عبر برنامج؟ اكيد اهلي، يعني انا لولا والدي ما كنت وصلت لهون، والدعم المستمر لهم. وأهلي طبعا، أهلي لما بحكي والدي وخواتي وجوازهم وكل العيلة كلهم، وغير هيك أولادي. أولادي أكتر دعم لإلي، دائما فخورين فيي، ولما هم يكونوا فخورين فيي أنا بعطي أكتر وبقدم أكتر. فشكرا لكل حدا ساعدني بحياتي، وأكيد ما هذا الإشي ما بينتسى عن جد. شكرا. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقعك وطرق التواصل معك. تمام، إحنا أول إشي موجودين على كل السوشيال ميديا من إنستغرام لفيسبوك، كل أرقام التواصل الاجتماعي موجودة، منرد دائما على المسجات السريعة. وفي عنا رقمين للعيادة هلأ منعطيكم إياهم. عيادتنا موجودة بالبيادر بحي الرونق خلف النادي الأهلي، مجمع هاني صوبر الطابق الأول. سهلة وأكسس قريبة على الكل، وفي مواقف وأهلا وسهلا. شكرا لك. أهلا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر الدكتورة صاحب ناصر على حسن استضافتنا وعلى أمل لقائكم جدا وارتشاتنا. شكرا لك. Thank you.